تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-551414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير في هذا اليوم الجميل، يوم الخميس الونيس، آخر يوم في الأسبوع. هذا هو اليوم اللي قاعدين نعدله من الأحد، من نصبح الأحد نعدله للخميس كل يوم. فمبروك عليكم وصول الخميس الونيس، وإن شاء الله باكر راح يكون تكون عطلة نهاية الأسبوع. فمثل ما دائما نقول كل خميس بعد نهاية الدوام اتركوا مشاكل الدوام في الدوام واستمتعوا بإجازة نهاية الأسبوع إلى أن يأتي الأحد صباحا الساعة 7:30 يردوا حلو مشاكل الدوام. بس ضروري جدا جدا يوم الخميس أن أنتوا بعد الدوام تنفصلون تماما عن الدوام. ما في فايدة أن أنا أطلع من دوامي وللحين مشاكل الدوام، لابتوب الدوام معاي وأشله معاي بيتنا وقعد أشتغل، أقول لا عقب في اللي ما يرقدون لي هال بشتغل عليه، فترة الفراغ بشتغل عليه. أنت تي لا تنفصل عن الدوام، بالتالي ما يستوي لك تجديد لطاقتك ولنفسيتك خلال عطلة نهاية الأسبوع. ودائما خططوا لعطلة نهاية الأسبوع من بداية الأسبوع يا جماعة. ما في شيء زعل غير الناس تدخل وتطلع من نهاية الأسبوع وهي ما خططت لشيء، بالتالي ما استمتعت وترد الدوام تعبانة، وهي أثر على صحتكم النفسية، طاقتكم، وبالتالي على جسمكم، فتطلع فيكم الأمراض بعد مدة. فالناس ما تعرف ليش تطلع عندها الأمراض، لأن صحتهم النفسية ما تكون متجددة، طاقتكم ما خليتوها تتجدد خلال إجازة نهاية الأسبوع بممارسة هواية تحبونها، تطلعون في الهواء الطلق، تتعرضون للطاقات الموجودة في العالم، بالتالي تتجدد طاقتكم أنتوا وتكونون نشاط في نشاط أكثر يوم الأحد. هذا هو برنامجكم، برنامج صحة وسعادة، تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعتنا المتميزة دائما وأبدا إذاعة نور دبي. أول شيء رحب بالطاقة موجود معاي في الإخراج والقواسمة صباحك وردي وائل، وفي التنسيق من الغفلي صباحك وردي أم خليفة، يعطيك ألف عافية. وهذه محدثتكم دكتورة ندى الملة. محمود إلى الآن في إجازة في أدغال أفريقيا، إن شاء الله يرجع لنا يوم الأحد. إذا ما كان موجود يوم الأحد لقيتوني أنا روحي، يعني احتمال كلا الأسد من هو رايح أفريقيا. إذا كان موجود يعني لا، الأسد قرر أنه ما يأكل محمود. فنتمنى له إن شاء الله السلامة وناخذ منه تطورات رحلته وشو استوى في رحلته في أفريقيا. الحين نروح لمستمعينا على الانستغرام لايف، واذكركم بارقام التواصل 600-551414 ورسائل نصيه على 4006، وموجودين لايف على نور دبي على الانستغرام. اخونا علي البقيش اللي دائما ما شاء الله نشيط على معنا في الاذاعه، صباح الورد والابتسامه على الجميع وصباح اللحظات الجميله على كل المستمعين، وصباحك ورد اخوي علي. نروح الحين لدراستنا. شو تقول دراسه؟ تقول تطوير اختبار البول للكشف عن السرطان. يقوم علماء بتطوير اختبار يكشف الإصابة بالسرطان من خلال فحص عينات البول لدى المريض. تعمل شركة هيتاتشي الهندسية التي طورت هذه التقنية منذ عامين على تحليل 250 عينة من البول لكشف سرطان الثدي والقولون وأشكال السرطان الناشئة منذ الطفولة، بالتعاون مع جامعة ناغويا وسط اليابان. قال المتحدث باسم الشركة شيهارو أودايرا، إذا تم استخدام هذه الطريقة في المشروع العملي فسيكون من الأسهل كثيرا على الأشخاص إجراء اختبار السرطان، ولن يكون هناك حاجة للذهاب إلى منظمة طبية لإجراء فحص الدم. وأضاف أن الأطفال الصغار سيستفيدون بشكل خاص من طريقة التشخيص التي قد تكون متاحة في عام 2020، لأنهم غالبا ما يخافون من الحقن. يعني احنا الحين في 2018 تقريبا وصلنا نص السنة، فحسب الدراسة هاي ان شاء الله بتكون متوفرة في 2020، يعني ان شاء الله في سنتين راح تكون متوفرة هذه الطريقة للكشف عن السرطان. طبعا الكشف عن السرطان، ناس تسأل كيف انا ممكن اكشف عن السرطان، يقول العيادة يقولون دكتورة سوينا فحص شامل ومن ضمن الكشف عن السرطان. الكشف عن السرطانات مو بشيء بهالسهولة، يعني أنا في فحوصات معينة أنا أسويها لك تكشف لك كل أنواع السرطانات عندك. كل أنواع سرطان يكون لك كشف معين، وبالعادة نحن نركز على السرطانات الأكثر شيوعا. مثلا
شو السرطانات الأكثر شيوعا ننصح أن تسوي لها تحاليل. عند النساء سرطان عنق الرحم لازم تسوي له المسحة من تتزوج، لازم تسوي مسحة سرطان عنق الرحم وينعاد بعد هذا كل سنتين 3 سنوات. وسرطان الثدي، سرطان الثدي أنا ما أعرف ليش النساء عندها تخوف دائما، يعني سرطان عنق الرحم النساء تتقبلها أكثر ترى من سرطان الثدي. لما نقول حق المرأة أسوي ماموغرام تخاف، كثير من النساء ترفض، تقول ما بأسوي، ما بأكتشف لا سمح الله أن فيني سرطان أو فيني ورم أو فيني أي شيء. يخافون من جهاز الماموغرام نفسه اللي هو يستخدم للكشف المبكر عن سرطان الثدي. جهاز الماموغرام قبل كان هو فعلا جهاز مؤلم، النساء يتخوفون لأن تجارب النساء قبل أنه كان فعلا جهاز مؤلم جدا، المرأة ما تكون مرتاحة طوال فترة التشخيص نفسه أو الفحص نفسه. لكن الآن مع تطور الأجهزة وغيرها، فإن جهاز الماموغرام ما صار مؤلم، ما صارت المرأة تحس بعدم الارتياح نفس قبل. ننصح فيه طبعا من عمر 40 سنة لازم المرأة تقوم بالكشف عن سرطان الثدي، لأن للأسف سرطان الثدي أحد السرطانات الأكثر فتكا بالنساء حول العالم، والنساء ما تعي أنه ممكن يكون موجود، هي مو بحاسة فيه، دائما في ذهننا أنه إذا عندي سرطان لازم بيكون بيبين علي، بيكون في ورم، بيكون في تغيير. هذا مو شيء صحيح. في كثير من الأحيان النساء يكون عندهم سرطانات ولكن في الثدي وما تكون واضحة عندها وتكتشفها، بعد ما يكون سرطان بسبب انتشر في جسمها، طلع عندها في غدد لمفاوية، في أماكن ثانية صارت عندها أعراض معينة، ولما سويناها الفحوصات اكتشفنا أن عندها سرطان في الثدي. فالكشف المبكر جدا 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 مهم. غير الماموغرام على سن 40، في نساء يسألون زين دكتورة قبل سن 40 أنا شو أقدر أسوي؟ ممكن تسوين الفحص للثدي عند العيادة مرة في السنة، مرة كل سنة تروحين عند دكتورة العائلة تسوي لك فحص للثدي. هذا شيء جدا 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 مهم لأن يساعدنا في الكشف عن الأورام في بدايتها. أيضا ممكن نقوم بالألتراساوند، الألتراساوند الثدي جدا يساعد في الكشف عن بعض الأورام. هذا بالنسبة للنساء. بالنسبة للرجال سرطان القولون من أكثر السرطانات فتكا بالرجال. للأسف بعد في مجتمعنا ما عندنا علم كبير أو وعي بأهمية الكشف عن سرطان القولون وأنه مهم للرجل. فمهم جدا أن الرجل يقوم بفحص سرطان القولون. هو عالميا تخيلوا سرطان القولون من كثر ما صار يفتك بالرجال، قبل كان الدراسات تقول من عمر 60، بعدين نقصوه سووه من عمر 50، حاليا نقول من عمر حتى 40 ممكن الرجل يقوم بفحص سرطان القولون. لأن وائل زعل، وائل أنت بعدك عمر كم؟ 25 صح؟ لا 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 مو بقول 40، أي أنا بعطيك ديسكاونت من عندي عمرك 25 يلا. فلازم تسوون فحص سرطان القولون، تكرمون عن طريق تحليل البراز، إذا لا سمح الله طلع في شيء ممكن نروح لي المنظار، لكن لازم نسوي فحوصات السرطان. ترى يا جماعة دائما أنا أقول لمرضاي إن أنت ما تعرف الحقيقة أنت ما تساعد نفسك. عدم معرفتك إن الناس ما تسوي ليش؟ تقول أخاف يكتشفون عندي سرطان بعدين بكتئب، لازم أروح بالكيماوي، حياتي راح تتغير. أنت كيف تقبلك للمرض؟ ممكن لا سمح الله أنت تكتشف عندك سرطان لكن أنت تقوي نفسك من داخل وتتغلب على السرطان، وهذه قصص موجودة. ممكن في ناس تخيلوا في عندنا مرضى ما عندهم شيء، ما عندهم، يسوون كل الفحوصات ويكررون فحوصات كل سنة 100% سليمين، صحتهم بشكل عام مو بزينة. ليش؟ لأن هم حاطين في بالهم إن هم بيطلع فيهم شيء، إن هم يوم من الأيام بيطلع فيهم سرطان. وفي عندنا مرضى في العيادة يجون بهالطريقة، هذيلا ممكن تلاقيهم بعد فترة يموتون قبل عمرهم، قبل العمر الافتراضي للإنسان، ويكونون بصحة تامة. من قوة تفكير العقل، العقل عنده قوة كبيرة يتحكم في جسمنا كامل. إذا أنا أقعد أقنع نفسي طول الوقت إن لا بسوي الفحص أكيد بيطلع عندي سرطان، أكيد بيطلع عندي مرض فلاني، فجسمك يبدأ يتعامل معاك بنفس الطريقة. فمهم جدا نخلي عقلنا دائما يفكر بطريقة إيجابية. مستمعنا محمود، للعلم يا دكتورة ممكن يكون باب السماء مفتوح والأسد يأكله بجد؟ لا لا لا، هو مجرد مسحة طبعا محمود، ما بيصير عند الأسود يعني، أشوف اليوم عند الغوريلات بس أسود لا لا. أخوي أحمد صباحك خير دكتورة، لا صباحكم ورد. آيلو أظن صباح الخير دكتورة سوسن، أنا مو دكتورة سوسن، أنا دكتورة ندى. لو تحطون بروشورات توعوية في العيادات أفضل عن الكشف المبكر، العوارض أو العلامات اللي تخلي الواحد يكشف وتاريخ العائلة. شوفوا صراحة أنا نفسي أنا ما أيد البروشورات، أنا حسة هدر الأوراق.
وايد ناس تاخذ بروشور وتفرها ما تستفيد منه. افضل طريقه طبيب الاسره. يا جماعه تروحون عند طبيب الاسره من غير موعد، روحوا واسالوا الطبيب شو المفروض اسوي، شو الكشف المفروض اسوي، متى المفروض اسوي الفحوصات، ياخذ منكم الدكتور تاريخ المرضي كامل. هذا دور طبيب الاسره، الكشف المبكر دور طبيب الاسره. روحوا هناك عشان ما تزعل علينا الاشجار. ان قطعنا الاشجار عشان نصنع منه بروشورات راح تزعل علينا الاشجار، واحنا ما نبغى نزعل، نبغى نحافظ على البيئه فنقلل الاوراق. فعشان شيء الافضل تسالون طبيب الاسره. مرحبا حياكم الله. هي والله ما نبغى نزعل الاشجار كله ولا زعل الاشجار علينا، فما نبغى بروشورات واوراق مفروره هني وهناك. اسالوا طبيب الاسره. ويا جماعه قبل ما اطلع الفاصل بس باكد على نقطه معينه، وانا انصح فيه اهلي حتى لما بيروحون عند الطبيب. نعم اهلي يروحون عند اطباء اخرين. فاذا بتروح عند طبيبك ضروري جدا تجهز الاسئله اللي انت تبغى تساله اياها. يعني مره احيانا اروح عند الدكتور انا مو مريضه بس ابغى اسال مثلا عن مثل كشف الدوري او كشف المبكر، جهزوا اسئلتكم، سووا سيرش، بحثوا في محركات البحث وحطوا اسئلتكم. اللي يصير المريض يدخل عندنا ويطلع عقب يقول والله او نسيت اسال الدكتور السؤال الفلاني او السؤال الفلاني، فبالتالي ما تستفيد من هالوقت، ووقتك مع الطبيب هو ثمين. يعني انت عندك 15 دقيقه تقعد مع الطبيب وتتسال كل اسئله انت تباها، فتبى تطلع من هذا وانت مستفيد. جهزوا اسئلتكم، اكتبوها في النوت في التليفون، لما توصلون اسالوا دكتوركم. انت اخذت على الفاصل، راح اطلع فاصل وبعد الفاصل نكمل. صحه وسعاده، صحة وسعادة. ورجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. أذكركم أرقام التواصل على 600-551-414 والرسائل النصية على 4006، وموجودين لايف على نور دبي على الإنستغرام. إنزين تعقيبا على الموضوع السريع اللي كنت أتكلم عنه قبل الفاصل، في ناس ما تعرف أقل شيء كل أسبوع فعالية عن مرض شائع مثلا، ممكن في حملات توعوية في الهيئة. ترى صباح الخير أخوي علي البقيش، برنامج رائع فعلا بقيادة المبدعين أمثالكم وفريق العمل المتميز، فشكرا على المجهود الكبير. شكرا لك، طبعا شكرا موصول أول المنسقين الموجودين في قسم الاتصال المؤسسي في هيئة الصحة بدبي، والطاقة الموجود معاي، والمذيع آخر شيء أهم شيء الطاقة الموجود، هم اللي يجهزون البرنامج عشان يطلع بهالصورة الجميلة. إنزين نيجي موضوع فقرتنا. أطلقت هيئة الصحة بدبي مؤخرا المسمى الجديد لمركز ملتقى الأسرة، ليكون اسمه وعنوانه هو مركز سعادة كبار السن، وذلك توافقا مع مظاهر ومضمون الحياة والرعاية الفائقة والخدمات الطبية والاجتماعية عالية الجودة اللي توفرها الهيئة لكبار السن بمستوى يفوق التوقعات. كما استندت الهيئة قبل اعتماد المسمى الجديد إلى مجمل الاعتمادات الدولية التي حصل عليها المركز ومجمل الشهادات والتقديرات الخاصة من كبار المسؤولين والشخصيات والمتعاملين وذويهم، والتي أكدت تفوق المركز وريادته في خدمة كبار السن. حول مجمل الشهادات والتقديرات الصادرة من الشخصيات المجتمعية للمركز وتفاعل المجتمع مع مركز كبار السن وأثر ذلك في نفوس المسنين والعاملين في المركز، يسرنا يكون معنا عن طريق الهاتف الدكتورة سلوى السويدي مدير مركز سعادة كبار السن. صباح توردي دكتورة سلوى. صباح النور، أهلا ندى. أهلا فيك دكتورة. أول شيء نعطي الناس نبذة عن الاسم الجديد للمركز ومنو اختاره. الاسم الجديد للمركز هو مركز سعادة كبار السن، بالإنجليزي Seniors Happiness Center. هذا الاسم كان نتيجة طبيعية لمدى رضا وسعادة وثقة كبار السن في المركز. في آخر سنتين احنا طبعا دائما كبار السن هم الأساس أو هم الفوكس في تركيزنا وتركيز خدماتنا كلها. الخدمات المركز سعادة كبار السن تنصب كلها في مصلحة الشخص اللي هو كبير السن. في آخر سنتين كانت نسبة رضا وسعادة وثقة عملائنا من كبار السن في المركز 100%، وهذا هو الرقم واحد اللي دائما الشيخ محمد بن راشد يتكلم عنه، واللي احنا دائما حاطين الحين في بالنا، ويعني we are doing our best ان احنا ما ننزل عنه. نعم. مركز سعادة كبار السن هو مقترح كان في يوم السعادة العالمي اللي فات في 20 مارس. فاجأني سعادة مدير عام الهيئة معالي حميد القطامي باقتراح بتغيير الاسم من مركز ملتقى الأسرة إلى مركز سعادة كبار السن. معالي عنده نظرة وعنده وجهة نظر متميزة في هذا المجال، هو شايف كبار السن
سعيدين. هو دائما كل مرة يزور المركز يحس بسعادتهم، يحب يقعد ويسمع لهم، يسمع بعضهم يغنون. حسينا أنه فعلا مستمتع في جلسته مع كبار السن. فالاقتراح كان اقتراح معالي أبو محمد معالي حميد القطامي بتغيير الاسم، والكل رحب فيه. وبالعكس احنا اصلا قبلها بفترة كنا نتكلم، لان طالما توجه حكومة دولة الامارات الى السعادة، تحقيق السعادة سواء كانت للمتعاملين او حتى للموظفين، وفي مراكز وايد غيرت مسماها الى مراكز اسعاد المتعاملين، فاحنا قلنا احنا اولى ان احنا نسعد فئة خاصة من المجتمع اللي هي فئة كبار السن، لأنهم فعلا يستحقون كل الخير وكل السعادة وكل التقدير وكل الاحترام. صحيح. دكتورة سلوى، لو تعطينا نبدأ بعد عن من الفئات والشخصيات المجتمعية اللي تزور المركز وتتفاعل مع المسنين؟ أوكي. طبعا المركز ما شاء الله دائما مشغول، طول السنة مشغول. أيام المدارس طبعا عندنا زيارات تقريبا بشكل متواصل، يعني يمكن أسبوعيا عندنا مدرسة أو مدرستين. عندنا طلاب من الجامعات ومن المؤسسات، عندنا متطوعين. حاليا صارت الجامعات تطلب ساعات تطوعية، فإحنا we are the right place للطلاب لقضاء وقت ممتع مع كبار السن، يستفيد منه المتطوع ويستفيد منه كبير السن. حتى نظمنا موضوع العمل التطوعي وحطينا آلية ومنهجية واضحة للعمل التطوعي. عندنا زيارات طبعا شخصيات مهمة، على رأسهم صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد اللي زار المركز في أكثر من مرة، وفي أكثر من مرة في كل زيارة من زياراته كان يحرص على أنه يشوف سعادة كبار السن. يعني أتذكر في زيارته في سنة 2012 كنت أنا يعني نوعا ما كان يهمني أن المركز نوعا ما شوية كان محتاج شوية تضبيط شوية صيانة. أتذكر الإدارة العليا قالت لي دكتورة ما عليك من الصيانة، الشيخ محمد يبغي يدخل يشوف الشباب مستانسين. هذا كان هدفه. أوكي. فهذا الشيء اللي احنا اشتغلنا عليه، اشتغلنا على ان الناس تكون مستانسة. مو شرط البلدنج يكون لكجري او يكون فخم او يكون رائع بس صحيح. الناس تلقينهم زعلانين. احنا الحمد لله وفضل الله كل اللي يدخل مركزنا يلقى يستقبله كبير السن بابتسامة. وهاي شغلة احنا نشعر بالفخر فيها، لاننا دايما لما يوني زوار للمركز اسألهم اقول لهم الناس اللي مثلا يكونون زايرين لأول مرة اقول لهم انتوا كيف توقعتوا المركز يكون؟ في وايد ناس يقولون احنا توقعنا ندخل نلقى شباب زعلانين او يصيحون، فلما يدخلون يشوفون الوضع totally different ويشوفون ناس مستنسين مبسوطين الفكرة تتغير. ونوعا ما شوي شوي مع الوقت قاعدين نحاول ان احنا نشتغل على الكوميونتي او على المجتمع، وان احنا نشيل النظرة السلبية لدور المسنين واللي للأسف بعض الناس تسميها دور العجزة. صحيح. هذا الاسم اخترناه علشان يكون اسم إيجابي يعكس توجه الحكومة، يعكس جودة الحياة اللي احنا نبغيها لكبار السن. احنا يهمنا طبعا دولة الإمارات تهتم بالإنسان في كل مراحل حياته، مرحلة الطفولة، مرحلة الأدلتهود، مرحلة الشيخوخة جدا مهمة. مهم جدا أن يكون الشخص الكبير في السن عايش وعنده نوعية حياة جيدة في مراحل حياته الأخيرة، وأنه يعيش ويعمر. وإحنا في طب المسنين نقول إحنا ما نبغي نضيف مثل ما نقول يعني years to life، إحنا نبغي نضيف life to years، يعني نبغي نضيف حياة للسنوات. صحيح. يعني صحيح. الناس الحين صارت تتعمر أطول، يهمنا أن الناس هذه المعمرة تكون عايشة حياة سعيدة، نوعية حياة جيدة. الكواليتي أوف لايف هو هذا المهم بالنسبة لنا. بالضبط. صحيح. دكتورة سلمى، أنت ذكرتي في مدارس يزورونكم، لو في أحد المدارس أو مثلا من المؤسسات أو الهيئات حابين يزورون مركز سعادة كبار السن، فشو الإجراء؟ مفروض يتواصلون معاكم ولا هو يتواصلون معنا عن طريق الكول سنتر؟ وطبعا عندنا الأخصائية الاجتماعية هي اللي تنسق الزيارات وترتبها وتحط جدول طبعا علشان ما تتضارب يعني زيارات المؤسسات مع زيارات المدارس، وما يكون وكل يعني نحرص على ان كل جهه تزورها تحصل الوقت المناسب علشان تجلس مع كبار السن. فاحنا تقريبا بشكل يعني يومي عندنا فعاليه او زياره سواء كانت من مدارس او من مؤسسات. وعلى طاري زياره حتى المسؤولين، في شغلة أنا وايد تهمني أحب أن أنا أقولها، لما الشخص المسؤول أو الشخص الشيخ الفلاني يفضي نفسه ويجي مثلا في رمضان ويفطر مع كبار السن،
هاي شغلة كبار السن يشوفونها شيء يعني شيء وايد كبير. صحيح. أخص بالذكر الشيخ منصور بن محمد بن راشد والشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد اللي يو العام رمضان اللي فات وفتروا مع كبار السن ويلسوا وياهم، هذا شيء كان له يعني أثر إيجابي جميل جدا على كبار السن، لأنه فعلا هم حسوا بقيمتهم وحسوا أنهم أن الناس جاية متعنية علشان تزورهم. صحيح. فهذا شيء بعد يعكس نظرتنا أو رؤية المركز في تعزيز الشيخوخة النشطة ودمج كبار السن بالمجتمع بشكل إيجابي. صحيح. دكتورة سلوى، ممكن تعطينا على السريع الخدمات اللي يقدمها مركز سعادة كبار السن؟ مركز سعادة كبار السن مثل ما قلت هو مركز إقامة للمسنين اللي ما عندهم أقارب من الدرجة الأولى، ومركز رعاية نهاري للأوت بيشنت أو للمراجعين الخارجيين، يقدم خدمات رعاية طبية يقدمها أطباء متخصصين في طب المسنين والشيخوخة، يقدم رعاية تمريضية، خدمات نظافة شخصية، خدمات التغذية، المطبخ عندنا في المركز، عندنا أخصائية تغذية، تغذية سريرية وأخصائية تغذية وكيترينج سوبرفايزر، عندنا العلاج الطبيعي والعلاج المهني كل خدمات إعادة التأهيل. نعم. وعندنا طبعا السوشيال ووركر أو الأخصائية الاجتماعية اللي تدرس الحالات وتتم تتابع الحالات خلال وجودها في المركز، وعندنا طبعا الموظفين الإداريين والخدمات المساندة. ممتاز. شكرا لك دكتورة سلوى السويدي مدير مركز سعادة كبار السن، وجودك معنا عن طريق الهاتف، ونقلي تحياتنا لكل شوابنا الجميلين اللي عندكم في مركز سعادة كبار السن. شكرا لك ونهارك سعيد. شكرا. في رسالة، سلام عليكم دكتورة ندى، أنت الخير والبركة، شكرا، تحية لأحلى إذاعة، تحية من قتيبة وجواد، والله اسمائكم جميلة، شكرا لكم، شكرا للمتابعة. احنا راح نطلع حين فاصل إن شاء الله، بعد الفاصل نكمل باقي فقرات برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة. ورجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. أذكركم بأرقام التواصل على 600-55-1414 والرسائل النصية على 4006، وموجودين لايف على نور دبي على الانستغرام. انزين، عندنا الحين موضوع جميل جدا جدا، هو عن سياسة الصحة المدرسية. اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي مؤخرا استراتيجية الصحة المدرسية في إمارة دبي، إذانا بتعزيز سبل الوقاية من الأمراض في أوساط الطلبة وحمايتهم والحفاظ على لياقتهم البدنية والذهنية، وذلك في إطار تحسين الوضع الصحي للسكان بشكل عام. هذا ما يعد خطوة مهمة على طريق الوصول إلى الهدف الاستراتيجي الذي تعمل عليه هيئة الصحة بدبي، وهو الوصول إلى مجتمع أكثر صحة وسعادة. حول موضوع استراتيجية الصحة المدرسية يسرنا يكون معانا اليوم في الاستوديو الدكتورة حنان عبيد رئيس شعبة الأمراض الحادة والمزمنة بقطاع الرعاية الصحية الأولية في هيئة الصحة. صباحك ورد دكتورة حنان. ومعانا دكتورة عايشة الذيب أخصائي صحة عامة وطب المجتمع في شعبة صحة المدارس. صباحك ورد دكتورة عايشة. انزين، الحين موضوعنا اليوم عن إقرار سياسة الصحة المدرسية، فنتكلم أول شيء شو هالسياسة الجديدة، شو أهميتها، وهل ما كان في سياسة قبل ولا هذا تعديل على السياسة اللي كانت موجودة قبل؟ طبعا في البداية نحب نبارك لإمارة دبي إطلاق هذه السياسة واعتمادها من قبل صاحب السمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي. طبعا هذه السياسة، سياسة الصحة المدرسية، هي من ضمن الجهود المستمرة التي تقوم بها إمارة دبي لتعزيز صحة الصحة المدرسية وتشجيع طلبة على تبني أنماط الحياة الصحية. طبعا نعم. هاي أول سياسة على مستوى إمارة دبي. وهذه السياسة طبعا تماشيا مع خطة دبي 2021 واستراتيجية الهيئة، من ضمنها برنامج الوقاية وتعزيز أنماط الحياة الصحية. طبعا للوصول إلى مجتمع أكثر صحة وسعادة. طبعا هذه السياسة تم إعدادها من قبل فريق من هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين
في إمارة دبي. تم عمل العديد من الورش التفاعلية والمختبرات الابتكارية، وذلك للتعرف على ما هي التحديات التي تواجه المدارس، قطاع المدارس والصحة المدرسية على مستوى إمارة دبي. نعم. وتحديد والتعرف على أفضل السبل للتعامل معها، وذلك عند بدراسة أفضل الممارسات العالمية. نعم. لتطبيقها في المدارس للوصول إلى لضمان صحة وسلامة طلاب المدارس. طبعا هذه السياسة بالإضافة إلى إشراك أولياء الأمور والقطاع الخاص والمدارس في إعداد هذه السياسة. نعم. طبعا هذه السياسة مرتبطة بمؤشرات الأداء التابعة لخطة دبي 2021، والهدف من هذه المؤشرات تقليل نسبة انتشار السمنة. مثل ما نعرف الآن هناك انتشار بنسبة السمنة بين الطلبة. نعم. وأيضا تقليل انتشار استخدام الطبخ بين طلبة المدارس، وزيادة نسبة النشاط البدني ونسبة تناول الخضار والفواكه وتبني أنماط حياة صحية. ممتاز. دكتورة عائشة، هذه السياسة الجديدة للصحة المدرسية كيف بتنعكس على صحة الأطفال بشكل عام في المدارس والصحة بشكل عام؟ الله يسلمك. مثل ما تفضلت دكتورة حنان، أعطتنا مقدمة جدا جميلة عن هذه السياسة. فسؤالك أقدر ألخصه يا أختي دكتورة ندى في المحاور اللي ترتكز عليها السياسة. ترتكز على ثلاث محاور رئيسية، اللي هي تعزيز أنماط الحياة الصحية لدى طلبة المدارس، الوقاية من الأمراض والحد من انتشار منها والكشف المبكر عنها، وتطوير أنظمة المعلومات والبحوث الصحية. فأني شوي نفصل في هذه المحاور. أني المحور الأولي اللي هو تعزيز أنماط الحياة، فهي تحته بند مثل ما يقولون بند العريض، يعني مهم جدا لصحة الأطفال في المدارس عندنا. تشجيع ممارسة النشاط بدني وتناول القدر الكافي من الخضروات والفواكه، أقصد الأغذية الصحية طبعا، ومكافحة السمنة. نعم. فنحن من خلال آلية تطبيق هذه البرامج طبعا بذكر منها بعض النقاط، اللي هي أهم وحدة فيهم صياغة معايير الغذاء الصحي والنشاط البدني لصحة لطلبة المدارس، ووضع الدلائل الإرشادية لذلك. نعم. ومن ثم تعزيز دور المدارس وأولياء الأمور والطلبة والمعلمين كذلك فيما يتعلق بالأمراض السارية وغير السارية، وأيضا بخصوص تناول الغذاء الطبيعي الغذاء الصحي والنشاط البدني وما إلى ذلك. النقطة الثانية مثل ما ذكرت، المحور الثاني الوقاية من الأمراض والكشف المبكر عنها، هي تحتها رفع الوعي الصحي للطلبة والمعلمين وأولياء الأمور بأهمية التطعيمات المعتمدة وأهمية الأمراض غير السارية. نعم. فآلية تطبيقها هي واحد منهم اللي هو مثل ما يقولون كور بزنس مال سكول هيلث، اللي هو تحصين طلبة المدارس ضد الأمراض الممكن الوقاية منها باللقاح. نعم. وأيضا توعية وتثقيف أولياء الأمور بأهمية الامتزام بهذه اللقاحات وعدم التخلي عنها، أو أن في بعضهم طبعا مو معترفين بشيء اسمه immunization فthey go against it، مثل ما تعرفين دكتورة وعندكم هالمشاكل بعد في الصحة، أنه تطعيم، أن في أهل الفضول عطاء تطعيم لعيالهم. نعم. وأيضا القيام بإجراء الفحوص الدورية واختبارات الكشف المبكر عن الأمراض في المراحل المختلفة مكافحتها. بعدين للمحور الثالث اللي هو تطوير أنظمة المعلومات والبحوث الصحية، يندرج تحتها بناء قاعدة بيانات ونظام معلومات صحي شامل ومتكامل، وأيضا تشجيع إجراء البحوث الصحية في هذا المجال. فها كل بيلخص أختي دكتورة ندى السؤال اللي طرحتي. ممتاز. دكتورة حنان، حابة تضيفين شيء على النقطة النقاط اللي كتبت دكتورة عائشة؟ طبعا هاي المحاور كلها تكون متكاملة. نعم. يعني مو بمحور منفرد. نعم صح. تكون تطبيقها تكون بشكل متكامل وشكل أن كل محور يغطي على الثاني. يعني نعم. مثلا عندك الملف الإلكتروني. نعم.
الموحد. الحين إن شاء الله بيطلق برنامج حصانة، فهذا بيكون برنامج إلكتروني موحد للتطعيمات. صحيح. لأن احنا نبي نعرف هذا الطالب هل هو غطى كل تطعيماته، هل هناك في ديفولترز أو مثلا في تطعيمات ما أخذها خلال الفترة العمرية المفروض يأخذها. بيكون بعد في متابعة دورية من قبل هيئة الصحة إلكترونيا لهذه الطلبة حتى يكون حتى ما يتأخر أو يتخلف عن مواعيد تطعيماته. فهاي مشاريع جديدة ومشاريع متطورة ومشاريع مبتكرة، الهدف منها الوصول إلى هذه الشرائح اللي هي شرائح المجتمع وخاصة فئة الطلبة، لأن هذا الجيل الجديد، فنحن بالضبط. نكون حريصين أن الجيل الجديد يكون يعني يتحلى بالصحة ويتحلى بأنماط حياة صحية. صحيح. إيجابية بالنسبة. صحيح. للرياضة، بالنسبة حتى مثلا من ضمن السياسة أنه تحديد أنه 150 دقيقة يعني في الأسبوع المفروض أن الطالب يلتزم والمدرسة تلتزم بإعطاء هذا الطالب من النشاط الرياضي. نعم. يكون في نوع من الالتزام من الجهات. يعني أحيانا بنلاحظ أنه في بعض المدارس النشاط البدني يلغى. هي الحصة الاحتياط اللي لازم يملوها. يوم عندهم حفلة يوم حصة الرياضة، عندهم رحلة بيحطونها في حصة الرياضة. هاي حصة الرياضة شي مظلومة في المدارس. فهاي السياسة بتساعد أنه تكون في نوع من الإلزام للمدارس، يكون في إلزام لازم الطالب يغطي هذه العدد من الساعات لعمل النشاط البدني. ممتاز. هناك مثلا نشاطات إضافية للنشاط البدني، يكون في نوع من الإلزام حتى في التغذية، نوعية التغذية المفروض يقدم للطالب في المدارس. شو عن الشنطة المدرسية دكتورة حنان، بيكون في شيء يشملها؟ احنا وايد توصلنا أسئلة عن الشنطة المدرسية. الشنطة المدرسية قصدت من ناحية السجل وشي يعني. نعم. هو حاليا ياسين فكر في برامج اللي تدعم هاي الأنماط الصحية لدى الطلبة مثل ما قلنا، فهذا يدخل في إحدى المبادرات وإن شاء الله بنحاول نشتغل عليه. الحين في مدارس تجيب الشنط هاي السحاب. نعم. يعني الحين ما تحمل على الكتف بالضبط، لأن عشان لأن الضغط على الظهر يعني في بعض الطلبة يستيهم عوجاج في العمود الفقري. بالضبط. صحيح. فهذا من العواقب اللي هي الشنطة المدرسية. في بعض المدارس يخلون الكتب عندهم في المدرسة يعني لا يودون الكتب في المدرسة، ما يأخذون معهم في البيت. صحيح. فهذا من الأشياء. في بعض المدارس عفوا دكتورة، في بعض المدارس يسوون داونلود حق الكتب العلمية مالتهم يعني على الآيباد وتأبر يعني. صحيح. هي فما يطلع طالبنا يشل كم الهائل من الكيلوات من الكتب، فهذا أيضا حل جميل. بس مثل ما قصدت يعني دكتورة ندى، ممكن تقصدين إذا في ريجوليشن أو تعميم من عندنا أنه ممنوع مثلا يشل؟ لحين ما في شيء، بس إن شاء الله في المستقبل بنحاول نسوي شيء مماثل إن شاء الله. طبعا دور المؤسسات الثانية مثل هيئة المعرفة والتنمية البشرية لها دور كبير. صحيح. المؤسسات الثانية، الشركاء الثانيين في مثل مجلس دبي الرياضي، بلدية دبي، وزارة التربية والتعليم، وزارة الصحة وقاية المجتمع، كلهم لهم دور في هذه السياسة، في تطبيق هذه السياسة. يعني الهيئة الصحة مو بروحة بتطبق هذه السياسة. بالضبط. كل الشركاء الخارجيين حتى الداخليين لهم دور في تطبيق هذه السياسة. يعني بنطبقها كمجتمع دبي مش كهيئة ولا. صحيح. كوزارة. فإذا كانت الجهود متضافرة ومتكاتفين ويا بعض نقدر نوصل لنتائج إن شاء الله تسر الجميع يعني، وبالتالي نهاية اليوم مثل ما يقولون at the end of the day ترى هي صحة عيالنا بعد في المدارس. صحيح. بالضبط. وجود الشركاء الاستراتيجيين دكتورة حاندي ذكرتيهم، كيف بيلعبون دور في سياسة الصحة المدرسية؟ يعني واحد ممكن يقول البلدية مثلا، كيف ممكن تساهم في سياسة الصحة المدرسية؟ طبعا الشركاء الخارجيين والداخليين كان لهم دور في إعداد السياسة. نعم. في الأول. ممتاز. ممتاز. وكانوا معانا في كل ورش العمل. الآن بعد إطلاق هذه السياسة بيكون لهم دور في تطبيق هذه. نعم. السياسة. احنا يوم وضعنا هاي السياسة حددنا أدوار الجهات الثانية. على سبيل المثال بلدية دبي. نعم. بلدية دبي لها دور في المقاصف المدرسية. نعم. لها دور في التفتيش، لها دور في متابعة المعايير المقاصف المدرسية. بالضبط. طبعا بالتعاون مع هيئة الصحة والهيئات الثانية وهيئة التنمية المجتمع، بس لها دور رئيس
في الموضوع. صحيح. هذا صحيح. عندك وزارة التربية والتعليم، هيئة المعرفة والتنمية البشرية لها دور في التوعية، في التثقيف، في في المناهج الدراسية، أن يكون هناك تركيز على الصحة وعلى المواد، يعني المواضيع الصحية لدى الطلبة. طبعا أولياء الأمور لهم دور كبير في التغيير. بالضبط صحيح. نتكلم عن دور ولي الأمر، يعني أولياء الأمور دائما يقولون المدرسة ما علمت عيالنا، المدرسة ما سوت، وينسون في لهم دور، والطفل يقضي فقط جزء من يومه في المدرسة والباقي في البيت. فممكن ركز على دور أولياء الأمور حتى تطبيقهم للسياسة أيضا. دكتور هم عنصر هام جدا، حتى مركزين عليه أيضا من المجلس التنفيذي، كانوا مركزين جدا على دور أولياء الأمور والشركاء الاستراتيجيين في تطبيق السياسة. فمثل ما تفضلتي، يعني أولياء الأمور لهم طبعا الزخم الأكبر في تربية الأطفال، سواء صحيا أو معنويا. صحيح. فنحن في هاي السياسة يعني مركزين وايد على دور أولياء الأمور، بنشركهم إن شاء الله في الخطوات الجاية، في الورش الجاية، وإن شاء الله بيكون لهم دور، إن شاء الله بيكون ملحوظ جدا، وبيساعدونا بشكل كبير في تطبيق السياسة إن شاء الله. ممتاز. هم بيكونون على علم، ورش يعني ورش لأولياء الأمور. ممتاز. بيكونون على علم، يعني الورشة القادمة بتكون إن شاء الله الخميس القادم، أولياء الأمور بعد معزومين فيها. ممتاز. بيكونون على اطلاع بالسياسة، يعني هم بيكونون عارفين شو محتوى السياسة هاي. ممتاز. على أساس أنهم عارفين شو دورهم وكيف هم يقدرون يدعمون هاي السياسة. ممتاز. طبعا هو دور أولياء الأمور الأمر يسهل دور المدرسة أيضا لو في تعاون من الجهتين، ويساعد في تطبيق السياسة بشكل أفضل وبشكل صحيح، بحيث أن الطفل ما يلاقي فيه قواعد معينة، تناقض صح بين البيت وبين المدرسة، وهل يستوي أحيانا المدرسة تشجع الأكل الصحي، ما في أشياء مقلية، فواكه وخضار، لما يروح بيته ما يحصل أصلا النوع من الأكل، يقول بيتنا إحنا كلنا متعودين على الجنك فود. بالنسبة للورشة هاي دكتورة حنان أو دكتورة عاشة، حابة منكم تجاوب، وين بتكون هالدعوة عامة؟ منو المدعو؟ لمنو الفئة المعنية؟ ولا هي عبارة عن مجموعة ورش عشان يتم تغطية أولياء الأمور كلهم؟ لا، مجموعة ورش بتكون. نعم. نحن مخاطبين مدارس، بتكون من كل مدرسة ناخذ منهم مجموعات. ممتاز. وبتكون طبعا هذا شيء مستمر، يعني ممتاز. ما راح يكون مره واحده. في البدايه بس بنعطيهم فكره عامه، بس الورش القادمه بتكون في ورش تفصيليه ومدارس مختلفه، حتى تكون توصل الرساله لاولياء الامور بطريقه جدا واضحه. ممتاز. دكتوره عائشه، هاي واحده من البرامج اللي بتكون موجوده، اللي هي وجود ورش تعريفيه لاولياء الامور. شو بعد في برامج اخرى بتكون ضمن سياسه تطبيق الصحه المدرسيه؟ مثل ما ذكرت مساء أختي دكتورة، في كل محور لنا عدة برامج بتكون شغالة، وعلى بس حاليا في هالليفل مركزين احنا أكثر شيء على النشاط البدني والغذاء الصحي أكثر شيء. فياسين نسي مثل ما يقولون عصف ذهني، وشوي شغالين يعني خطوتين على قدام، يعني نحاول نطبقهم في جميع المدارس، يعني يكونون standardized مثل ما يقولون. ويكون مثل مظلة واحدة كل المدارس مشتغلين تحتها، ويبذلون الجهود عشان يحققون نفس الهدف. يعني فأحينا بنبدأ شغل على النشاط البدني والغذاء الصحي، والأشياء الثانية ذكرناها بتكون مثل أنظمة البحوث هاي في المرحلة الثانية. المرحلة الأولية بنبدأ مع هالأشياء، لأن حسينا أننا محتاجين الطلبة. صحيح. محتاجين في المدارس من ناحية الصحية لهالنقاط قبل غيرها يعني. فإن شاء الله توفيق من الله. خطة لين 2021 يعني خطة. مستمرة. فيها هي وفيها بعد تقييم المخرجات، نشوف مخرجات كل برنامج، مؤشرات هناك، مؤشرات أداء. ممتاز. في عنا أهداف وتارجتس مفروض نوصلها. بالضبط. على نهاية 2021، فالموضوع مستمر. وطبعا نحن نرجو تعاون الجميع وجميع المؤسسات الحكومية الموجودة في الدولة، والقطاع الخاص بعد لهم دور كبير في نجاح هذه المبادرات، وطبعا أولياء الأمور وكل الجهات المعنية. صحيح. في سؤال وصلنا دكتور حنان، يقول متى تبتدي تطبيق هذه السياسة، هل في الحكومة أو في الخاص؟ طبعا الحين بعد الاعتماد راح تطبق مباشرة. ممتاز. راح تطبق مباشرة، وحين نحن في طور التطبيق طبعا من ضمنها. صحيح. الإعلان عنها وإشراك. صحيح. المجتمع عن طريق قنواتكم الإعلامية. صحيح. هذا بعد نوع من الإعلان اللي نحن خلاص الحين بادين التطبيق. ممتاز. لو أنا كولية أمر حاب أطلع على هالسياسة، شو البنود مالتها، شو البرامج، وين ممكن أشوفها؟ في موقع معين أروم أشوفه أتواصل وياه؟
هو السياسة كسياسة يعتبر مثل ما يقولون هايلي كونفيدنشال يعني فنحن نقدر نسوي مثل بروشور أو بالضبط صح يعني نحط فيها الأشياء هي النقاط المهمة اللي ممكن تفيد ولي الأمر أن يعرف لأن السياسة كسياسة طبعا دكتورة ندى ما يحتاج إن كل حد عشان ما يكرهونا يعني. الملخص البسيط عشان الناس يعني يكون تفهم بالضبط شو الفكرة نحن فكرنا والله في هالنقطة صراحة يعني فإن شاء الله بيكون في وسيلة تعليمية نخبرهم عنها. ممتاز. المدارس اللي بيتم تطبيق فيها سياسة الصحة المدرسية كيف بيتم مراقبتها؟ هل مثلا في زيارات فجائية لهم ولا بس على التقارير ترفعها المدارس ولا كيف يتم مراقبتها إنها فعلا تطبق السياسة هاي؟ طبعا هاي المعايير بتكون مشاركين فيها نحن المدارس وبتكون في آلية معينة للمراقبة مع المدارس. طبعا مثل ما ذكر الأخ هل هو خاص أو حكومي بيكون على مدارس إمارة دبي. مدارس إمارة دبي حكومية وخاصة كلها. ممتاز. يعني نحن تقريبا عندنا في مدارس الحكومية تقريبا 81 مدرسة وعندنا مدارس خاصة تقريبا 192 مدرسة يعني مدارس كبيرة وبعدين عندك أعداد يعني مثلا في المدارس الحكومية تقريبا 30,000 طالب في المدارس الخاصة تقريبا 270,000 طالب أعداد كبيرة أعداد كبيرة ما شاء الله صحيح. فطبعا دور المدارس بيكون جدا مهم وبيكون بعد في دور لشعبة الصحة المدرسية في المراقبة والمتابعة مع هذه المدارس لتطبيق هذه المبادرات بيكون لهم دور كبير خلال الفترة الجاية ما شاء الله بيكونوا جدا مشغولين ما شاء الله على عدد المدارس واليهال في المدارس ما يعني ما شاء الله لنا 2021 الله يعطيكم الصحة والعافية تضغطون زيادة يعني بيكون على بتكون زيادة مدارس طبعاً بتنضاف مدارس جديدة بعد بتطبق عليها نفس السياسة طبعاً. جميل دكتورة عائشة تعطينا على السريع بس الخدمات اللي تقدمونها في الصحة المدرسية بشكل عام. الخدمات اللي نقدمها دكتورة ندى هي خدمات التثقيف الصحي مثل المدارس يقترحون علينا مثلا موضوع الصحي طالبين هم مثلا من هيئة الصحة وأي جهة خاصة أن تصير تلقي مثل محاضرات أو ورش عملها فنحن نوفر هذا الشيء عن طريقنا عن طريق الشركات الخاصة. خدمات التلقيح اللي هي التطعيمات في المدارس اللي تكون ترغب أن تأخذ التطعيمات عن طريق هيئة صحة دبي فيكون في مثل عقد يكون بيننا فمتى ما استوفت شروط العقد هذا خلاص نحن نسير ونأدي هالخدمة. وعندنا الشراكة مع القطاع الخاص مثل ما ذكرت قبل شوية يعني مثلا يجون الشركات بيقدمون مثلا مواضيع صحية أو أنه بيتف مثلا أويرنس بيسوون حق الطلبة أو حق المدرسات أو أولياء الأمور فعن طريقنا نحن نسهل عملية دخولهم للمدارس. وعندنا أيضا خدمات التحري عن الأمراض السارية مثلا المدارس بعض المدارس ساعات يكون فيها مثل ما يسمون الأوت بريك دكتور انتشار الأمراض انتشار فجأة لمرض معين فنحن نتحرى ونتقصى هاي الأمراض مثلا هالوباء المعين فنحاول نعرف الإحصائيات نحاول نعرف السبب يعني طبعا بالتعاون مع الطب الوقائي وهاي معظم الخدمات اللي نحن نقدمها من هيئة صحة دبي ف تفضل دكتورة احنا حابة تضيفين شيء طبعا في السارية وغير السارية يعني السارية اللي هي شو الفرق بين عشان الناس تفهم شيء سارية يعني غير السارية هي الأمراض غير المعدية الغير المعدية مثل مرض السكر الضغط الربو اللي هي ما ينتقل ما ينتقل السارية اللي هي المعدية المعدية تنتقل عن طريق اللمس أو الكحة أو الرذاذ مثل هالأشياء هذه مثل الشيكن بوكس اللي هي الحصبة أو الجديري وهالأشياء يعني هالأشياء اللي هي السارية فهم طبعا يتابعون المدارس بكل سواء المعدية وغير المعدية ممتاز هي السارية وغير السارية عرفنا الفرق بين السارية وغير السارية لأنها مصطلحات علمية أنا شاكرة لكم وجودكم معنا اليوم دكتورة حنان عبيد رئيس شعبة الأمراض الحادة والمزمنة بقطاع الرعاية الصحية الأولية والدكتورة عائشة الذيب أخصائي صحة عامة وطب المجتمع في شعبة صحة المدارس يعطيكم ألف عافية شكرا وجودكم معنا اليوم والله يقويكم إن شاء الله تطبقون السياسة على كل هالمدارس وتشتم مساعدة فلكم ما قصرتوا وإن شاء الله نتلاقى وياكم كل فترة وفترة ناخذ الجديد عن وين وصلتوا في تطبيق السياسة وشو المخرجات وغيره وغيره وإن شاء الله تكون كل أرقام تبيض الوجه إن شاء الله أشيل متأكدين شكرا لكم شكرا لك يا وائل وجودك معنا اليوم وشكرا لك يا أميرة الغفلي في التنسيق وكانت هذه محدثتكم دكتورة ندى الملا إلى أن دمتم بصحة وسعادة. صحة
صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.